الاستثمارات الخارجية يا أستاذ عبد الحليم، احنا دايما دايما بنتكلم طب هو ايه اللي ناقص؟ يعني المناخ التشريعي، الاستعداد، الإرادة عند الدولة المصرية يعني لاستقبال هذه اللي ناقص الاستثمارات. ببساطة ان احنا لازم ننظر للمستثمرين المصريين نفسهم. البداية من لماذا المستثمرين هم متراجعين؟ يعني اغلب المستثمرين المصريين او القطاع الخاص او يعني بارونات القطاع الخاص انجاز التعبير تراجعت استثماراتهم او مالوا الى تهريب الاموال الى الخارج في السنوات التي خلت. نعم. اثنين، لا زال الى الان متعلقات زي المصانع المتعثره وغيرها وكذا، ودور القطاع الخاص طبعا طرحت جرعات تنشيطيه من نوع امكانيه يعني طرح شركات القوات المسلحه الناجحه في البورصه في خلال مبادرة العام. اخيره كانت في المصانع المتوقفه يا استاذ عبد. نعم. كانت في مبادره اخيره المبادره الاخيره طبعا احنا قلنا المتوقفة. المبادره نعم. الاخيره قالت انتوا عليكوا ديون للبنوك، احنا هنشيل كل الفوائد اللي نعم. هي 20 وهنبقي اصل الفوائد الست. نعم. واللي اصل الدين، واللي هيسدد نص اصل الدين هيتشال من اي قوائم سلبيه في نعم. البنوك. دي المبادره، اضافه الى فكره الاقراض بفائده منخفضه نعم. اللي هو مبادره ال 100 مليار، وفي مبادره متصله بالسياحه اللي هي 50 وهكذا يعني. لكن الامر ليس فقط في التسهيلات المصرفيه، الامر يتعلق بانه تعود القطاع الخاص المصري على سياق عمل جديد. سياق عمل جديد يعني ايه؟ هم تعودوا على صيغه عمل قديمه اسمها خد حته الارض دي واعمل بقى اي حاجه وروش نفسك انجاز التعبير يعني. لا يعني هذا الكلام ما عادش متاح، لم يعد متاح. وانا اقترحت اكتر من مره ان تتاح الارض للمصنعين بالمجان مرفقه. هو دلوقتي ممكن في توجه عند الحكومه انها تتيحها بالمجان لكن مع تحمل المستثمر تكلفه المرافق. نحن نحتاج الى البيئه الاستثماريه وبيئه عمل قطاع خاص من نوع مختلف يتوجه الى الانتاج اصلا، يتجه للصناعه مش للاعمال العقارات. احنا عندنا تخمه عقاريه رهيبه جدا يعني، ولا الاعمال الخدمات بالضروره. احنا عندنا ما يكفي من الفنادق والمنتجعات وغيره في البلد يعني. نحن نحتاج الى توجيه طاقة الادخار العام وطاقة المال العام والخاص إلى اتجاه معين. قفزات في معدلات النمو خلال الأعوام الفائتة يعني ناتجة أساسا عن التوسع في الاستثمارات العامة، مش ليس الاستثمارات الخاصة. لا زالت عندنا نقطة. اتنين، في فساد في البيروقراطية المصرية. يعني في بيروقراطية وفساد. لا هي بيروقراطية فاسدة. نعم. من أصل يعني من خلقة. طبعا في محاولة لما كانت كل العمليات. طبعا متصلا بذلك ما جرى في التعديل الوزاري الاخير من الغاء وزاره الاستثمار واعطاء الدور كله لهيئه الاستثمار ووضعها تحت الاشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء، وضم فكره الاصلاح الاداري لما كانت اعمال كلها. في مشكله لا زالت الى الان، لانه نبهنا قلنا اكثر من مره يا اخواننا مهما قدمتوا من اغراءات في مشكله كبيره في فساد البيروقراطيه المصريه. ومن هنا انا اتطلع، مش بالضروره، ليس بالضروره، اتوقع انه لكي نقيم اقتصادا على اساس مختلف يعني على اساس نضيف انجاز التعبير، احنا محتاجين كنس الفساد من هذا البلد. محتاجين ان نشهد في عام 20 مثلا الخطوه الاولى التي بدت قويه في مواجهه الفساد اللي هي استعاده اراضي الدوله واستعاده اموال الشعب تنتهي. احنا من مايو 2017 ده اول كلام للرئيس في الموضوع، الآن إحنا على مخربة شهور من مايو 2020 يعني ثلاث سنوات مقضينها في اللت والعجن والتوفيق ونعمل العقود إزاي ونعملش إلى سواها من حيل البيروقراطية المصرية المساندة بالرشاوي وبغير الرشاوي لسيطرة الناهبين. في مشكلة حقيقية يجب إن حرب ضد الفساد وكنس الفساد، لأن كمان الفساد طارد الاستثمار. طارد الاستثمار. يعني انت الواحد اللي بيجي مستثمر لو هتديله الارض ماشي، لو هتديله كذا لو هتديله ماشي، بس مش كل شويه بقى كل ما يجي خط خطوه يلتقى حد عاوز منه قد كده. في مشكلات كبيره جدا بيولدها الفساد المتوحش داخل البيروقراطيه المصريه. اكيد الميكان عنصر مهم جدا، او الرقمنه عنصر مهم جدا، وطبعا الرقمنه هتفيد على مستوى الخدمات في اتاحه الخدمات واستخراج الشهادات والبطاقات العائليه وغيرها وغيرها ورخص المرور وكذا، لابد ان تميكن كل هذه الاشياء. المعلن انه ده هيترقمن هيحدث في قفزه كبيره. اتخيل ان هذه خطوه من خطوات مكافحه الفساد، لانه ببساطه اي تعامل بشري، اي تعامل ما بين طالب الخدمه ومقدم الخدمه
في نسبة على الأقل 95% من الحالات الآن في هذا البلد يتضمن صورا من صور الفساد والتعطيل وإلى آخره. احنا يعني بقالنا 30 سنه مثلا بنسمع حاجات الشباك الواحد الشباك الواحد، ما الفكره دي صح، فبتعمل الشباك الواحد ويكتشف ان الشباك ولد شبابيك و و و و و ومغارات تحت الارض. لا، في مشكله، في مشكله حقيقيه علينا ان نعترف بانه كل الكلام الذي صك اسمعنا من خلال ان احنا بنعمل قانون استثمار جديد وبنعمل كذا وبنعمل كذا، كل ده كلام كان مجرد اداء بيروقراطي، وانه وزاره الاستثمار الحقيقه لم تفعل سوى ان تحولت في سابقا يعني الى هي اللي بتاعت قائمه الان الى وزاره ديون. ازاي اجيب قروض من البنك الدولي واجيب قروض من مش عارف ايه وبتاع واحط فوق؟ طبعا اريد ان انبه اخيرا ان فكره الديون صحيح انها ليست خطرا على بنيه الاقتصاد حين نزلت 90%، يعني هي في معدلات اللي تسمى في الـ في الـ في, الـ في الاوضاع الاقتصاديه معدلات امنه لا تزال، لكن هي مستنزفه. امنه يعني ايه؟ امنه يعني انا قادر على تسديدها، قادر على اداء اقساطها في المواعيد المضروبه، ما لكن هي كمان منهكه. منهكه يعني ايه؟ منهكه يعني انا لما اجي اتخيل في الموازنه الحاليه 19 20 ان انا حاطط 718 مليار جنيه لمزيج من اقساط لخدمه الديون، سواء اقساط ديون او فوائد ديون، لا ده شيء منهك جدا، ده نص الموازنه. فالدوره الخبيثه دائما ما يتحدث الرئيس سيسي بحسب ما تنشر الجرائد الصباحيه كل يوم عن تخفيض الدين العام وكذا، لكن في دوره خبيثه دخلنا فيها، لابد من قطع هذه الدوره باي طريقه، لانها منهكه. منهكه ليه؟ لانه هذا المبلغ دلوقتي من 117 مليار جنيه، لو بافتراض ان احنا عندنا عبء ديون على الاقل، لابد ان نصفه على الاقل هيوجه الاستثمارات في الخدمات العامه. الحكومه بتتكلم عن خدمات عامه في 2020 200 مليار جنيه بحسب تصريحات السيد مصطفى مدبولي في لقائه مع عدد من الصحفيين والكتاب في قبل ايام جويس، لكن هي تحتاج الى اكبر من ذلك الانهاك. ايضا ألحظ التأكيد الرئيس أكثر من مرة ومن ثم وزارة المالية على فكرة مكافحة تهرب الضريبة، هذا باب آخر من أبواب الفساد في هذا البلد لم يغلق إلى الآن. أنا عندي تهرب ضريبي 400 مليار جنيه سنويا، أو في محاولة، فمن هنا ما حدش يقعد يقول لي كل شوية هنجيب منين. خلي الدولة تبقى دولة، خلي الدولة تبقى دولة. في الغرب مثلا الضرائب زي الموت، لا يمكن الفرار منها. انتوا مش عاوزين تبنوا راسماليه، انا اشتراكي، انا بكلمكم عن الراسماليه دلوقتي. ها بنقول كلمكم على الانتقال من المهلبيه الى الراسماليه، عاوزين راسماليه تبقوا تؤدوا فروضها حتى التي انتهت اليها التجربه الغربيه.